كيف ترى دور الإنسان العراقي وما الذي تتوقعه من أنتم؟ أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يتوعوا إلى دينهم ويعوا مقدار إيمانهم وأن يحركوا نخوتهم الإيمانية والإسلامية والعربية ضد التعديات الغربية ضد الإسلام. حبيبي شوي فكرهم يجب أن يتوسع يتثقفوا، ليس فقط الاعتداء على الآخرين هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وإنما الكلمة اللطيفة والحكمة والموعظة الحسنة هي التي شنو تجعل من المجتمع إسلاميا وإيمانيا، وهو هذا المطلوب منهم حاليا.